انت اول شيء اسمعني يا رامز، اقول لك انا ايش عرفني انها مخلصه ليسن. وبالحقيقه انا ما عندي ليسن بصراحه، ما عندي. مسوي انا اول شيء تراي، مسوي تراي لكن ما درامات. ها هي انا مقدم تراي لكن ما درامات. ايش يسوي هاي حظي دائما اسقط. انا ابغي اعرف ليش يسوون درامات، ليش ليش يخلوا درامات؟ هي الشارع بالله عليك في درامات، في درامات. ليش التراي على الدرامات؟ ما ادري. زين ها والحين خلاص. والله فيهم الخير، جزاهم الله الف خير، زهران وامين ما قصروا. ولا كان الحين بناكل الدال. اي نعم. ها المهم انت تو خلي عنك سمير، خلي عنك سمير، هو راقد المستشفى. اي بعد راقد هناك. ايش يبغى لك تاكسي؟ ما يبغى التاكسي. تعال تعال. ها لو تتعلم ارفع صوت. ها ما سمعك تو. تعال الله يهديك يا رامز، احرصك اني انا في ستيشن مال التكاسي. ايه عندي مشروع جديد، مشروع جديد. انت اول شيء تعال وبعدين بتفهم. بدي زين انا احرصك في ستيشن. ها انت زرعني. خلاص ابوي خلاص، سمعتك وفهمتك يا شامس. يا شامس قلنا لك جاينك، خلاص جاينك. حصني لحظة واحدة جاينك. اوف والله هلكني يا شامس. نعم هلكت لي حياتي. اهواك واتمنى لو انسى. انا الحين انتي ابغى اسالي سؤال. ايه قابل الباب ليش؟ احنا جالسين في سجن ولا ايش؟ قولي لي. ما شيء خروج. انا عرفت انك ين باغي تصير عند شاموس هذاك النحس، وانت ما صدق انك بقينك منه؟ اقفل الباب واقول ايش على سر. سر؟ لا 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 ما سر ملوك. انت اول فتح الباب بعدين اقول ليش. انا عارفك انت عيار، وبعدين انا ما بسمع اسرار. سر عن زوجي زهران. زهران؟ اي نعم. ماله زهران؟ زهران انا امس رحت المستشفى ولقيته جالس يكلم السيستر مرتاح ومستانس لاخر درجه، وقلت انت هنا بطلع القش. ها؟ ايه؟ يا اللعين، هذه سوالفة ها؟ سيد ما عليك. أنت قلت باغي تخرج؟ إي نعم، مستعجل. هلا طلعت أنت. لحظة شوية. فتح الباب. أنا أدش. الو بوريام. الله بالخير بوريام. ايه لا لا انا متصل علشان كذا. لا لا بنتاخر. ايه انا وخليفه بوريام. ايه عندنا مشاكل، لا اقصد ظروف قاهره. ايه بوريام اسمح لي. الله يخليك الحين اسمح لي، انا بروح عندك، عندي حاله مستعجله شويه. اسرع بوريام اسرع. يلا يا ظهري يلا. اخ يلا يلا يا ظهري يلا. اه بس التمارين واجد، وحدك متعور. رايا الطبيب وصاني اني اسوي تمارين يا رايا. انزين تو عاد انا بسالك. تو انت بس عاد ما تصير الشغل تجلس هنا حياتنا في البيت تجلس تلعب. اولا انا عندي اجازه لمده اسبوعين نعم بامر الطبيب. ثانيا انا ما جالس العب. شوفيني جالس العب، انا ما جالس العب. بعدين يعني هذا كلامي صحيح، مفروض اني اروح المستشفى فعلا هناك يعني اتعالج، غرفه علاج طبيعي وتمارين احسن والمكان شرح واسع. لا ما دام المساله كذا تصير المستشفى ها سوي تمارينك هنا في البيت، ما تطلع الشيمه. وان كان على كلامي انا ما اتكلم، هو انا ساكته. هي نعم هي غراب يتكلم. ايوه ادخل في الموضوع، ادخل في الموضوع حبيبي. لا تضيع لي وقتي، لا تضيع لي وقتي.
أنت ما تعرف أن الوقت من عسل، قصدي من ذهب، أنا وقتي من ألماس. أيوة صحيح 6 مليون. 6 مليون أقل من كذاك أنا ما أبيع. ها؟ أنا أمس كلمت الغفورة، أمس أعطوني 5 مليون ونص. هي نعم رفضت. نعم أيوة خذ قرار بسرعة، ترى أمامك 6 ثواني بس. أيوة أيه زين مبروك. مر علي المكتب بس. السلام عليكم أستاذ غراب. نعم، إيش تريدوا؟ أنا مشغول. ألو، أيوة نعم غراب يسمعك بوضوح. ها؟ إيه نعم. من اتكلم؟ من هيك؟ من فسطاط؟ من وادي حطاط. هي نعم موجود نعم. ايوه في ايش بتجيني؟ طائرتك الخاصة. تفضل نعم، لما توصل تحصلها جاهز. تمام وبس. أقول أستاذ غربان، قصدي أستاذ غراب، إحنا في الحقيقة جايين لك سالفة لو سمحت لنا. يعني هذا لو سمحت لنا يعني بوقتك الذهبي أقصد، أو الماسي يعني، ما أعرف يعني. نعم إيه؟ إيش باغين؟ تكلموا ترى عندكم 6 ثواني وبس. إحنا بصراحة نبغى نشتغل معك في المكتب. ها؟ انتو جايين دوروا شغل عندي انا؟ لو سمحت لنا يعني لو شغيله بسيطه، واحنا الحقيقه مستعدين نسير اي مكان انت تامر واحنا ننفذ. نعم حاضرين يا استاذ غراب، لو سمحت يعني. شوف لنا شغله. اي لو سمحت. باغي اروح على اي مكان. اي مكان باخذ لهم الحبال الماضي. ها؟ طول براب. واه موهن موهن وي، ما تسوي تلفونات، ما تسوي هذيلا، ما طلعوا شراية هذيلا، وين باغي يشتغلوا؟ الله يقفلوا براب، باغي يقفلوا. هلا هلا الله، باغي يشتغلوا باغي. باغي من هيك شغل. استريح يا استاذ غراب، استريح. يعني هذه كلها تمثيلية؟ قصدي يا استاذ غراب، شامس قصده يعني انتوا هنا في المكتب تألفوا كلامه بس يعني. ايش نسوي؟ ترى اكل العيش كذاك ما اكل العيش ذاك. اما بالنسبه لشغلكم لا تخافوا مضمون شغلكم، بس اول تسوي تراي. سويت في الواقع مسوين ترايات في كل مكان، كل مكان كثيره. اي نعم. الا عاد تراي الدرامات هذا ما توفقني. يعني صراحه ما توفقنا. لا ما قصدك ذاك، انا قصدي يعني تروحوا تجيبوا لي شرايه هنا. شراية. نجيب لك شراية هنا؟ أيوة. كيف يعني نجيب لك شراية هنا يا أستاذ غراب؟ إحنا في الحقيقة ما فهمنا. هذا ما عليك أنا، هذا ما يخصني أنا، يخصكم أنتو، وهذا إذا باغين تشتغلون. ألو، أيوة غراب يتكلم. يعجبك اللي سوا فيه الحاج مراد؟ أنا قلت لك من الأول ابعد عن هالطريق، ما سمعت كلامي. أنا لازم أشوف لحل مع هذا الرجال، ما أقدر أترك هذه البنت أبداً، لازم أتزوجها. أنت بصراحة لازم تترك طريق الحاج مراد، لا تنسى فايلك صار أسود الحين. صح، أنا فايلي صار أسود، لكن أنت لا. نعم؟ اتركني يلا روح. خليفة أرجوك اسمعني بس. أنت تبغى تورطني ولا إيش؟ اسمع، أنت تروح مع الحاج مراد وتتعرف عليه وتصادقه، ولما تصير علاقاتك مع زينة أدخل أنا في الموضوع. يعني تبيني أسوي لك واسطة؟ عليك نور. كنت أفكر يمزح قبل، لكن المسألة طلعت جد. أنا وعد
هذه ما مصدقه. تو ابوش هذا الحاج مراد على كبره يبي يتزوج. هي المساله ما غريبه لو بغيت الصدق، لكن شفت ايش كان رد فعلش؟ اكيد الناس راح تضحك مثلش. تضحك وبس. ضربه بطماطه. قولي ابوي حال ابوش احسن لا يجلس في دكانه ولا يفضح عمره على كبر. انا افكر من ناحيه ثانيه بعد، لو انا رحت عنه من بيجلس معه ويداري؟ شحي يا الله يا رب. ابوي انت بعدها مصيبتش اهون مني. انا حاسه انه خلاص زهران تغير علي. تغير من اي ناحيه تقصدي؟ لا هو ناحيته ما متغيره، لكن عاد صار عاشق. عاشق؟ لما الوحده تتزوج 14 سنه اكيد تعرف زوجها زين. يا ترى ما عرفتي عاشق من؟ عاشق هذيك السستر ابو في المستشفى. ولا وحدي ما عارفه، مو شايف فيها دي الحرمه. هو بس شايف فيها اشياء جديده وما شايفها فيش. وابي انا ثيابي جديده ومغواها وعلى كل ثلاث ايام ما غيرت شداشه. ايش ناويه تسوي في الموضوع؟ انا اعرف كيف اداوي. وش دواء؟ بلبول. وانا ابغى اسالك، ما نقيت شغلنا اللي عند هذا اللي يسمى غضب هذا؟ انت مسكين يا رامز ما تفهم في السياسه. احنا نشتغل عنده حتى نتعرف على اساليبه والحيل الموجوده عند الدلالين، وبعدين بنشتغل محله. تتوهنا عاد كيف نسوي بالامتحان هذا؟ ما غضب ابو سمد. انا ما صدقت اني تخلصت من امتحانات المدرسه، اقوم بعدني اسوي امتحان حال غضبان وبعده؟ هاي المشكله هذه. نعم شكله. انا اعرف كيف ننجح في الامتحان، انا اللي اعرف يا رامز. لا تقوم تقول لي ان هذا السمك هو الحل الحين بعد ما حل، لكن لما تضرب الشمس بيكون ممتاز. نعم. انت مانقم؟ نعم. معلم بلبول موجود؟ ايه. من يبغاه؟ ابوي يقول لام حمود رايه ابغاه في خدمه. صبري شو صبري. ايه والله. تفضلي دخلوا برجل اليسار. ما لهم الاوادم يدخلوا باليمين وانتم تدخلوا باليسار. شباك اريح لنا. ايه مو قلت باليسار؟ ايه ايوه. صبري شوي احبك يا معلم. تعبانة واجد. صح معلم، انت كيف عرف؟ اكيد تعرف ابو فؤادي. شفت وجهه اصفر باي شربت؟ ها معلم ما باي شربت. طلباتش هي مع اجتماع مع الاصحاب. شيمة معلم بلبول تجمل في زوجي. مو زوجش تبينها كسره ولا اقتله؟ ما باغتنك تقتله الله يهديك. انا باغتنك تسوي له حرز يكون تخليه يحبني انا بس. نعم، وما يحب حد غيري انا، وتخليه ليل ونهار حياتي في البيت، ما يخرج من البيت البر. بسيط لكنه غالي. غالي؟ كم يعني معلم؟ ترى انا عاد ما حياتي غير 5 ريالات. ما 5 ريالات ما يسوي شيء. في حرز جديد طايح في السوق ما تاي من المانيا، لكنه غالي. غالي؟ يعني مو طلباتك معلم؟ طلباتي دقاقه فيها 6 رجول. هذه مقدور عليها، موجودة في السوبر ماركت. وطلباتي
اثنين سنور اشكر لكن احول. هذا نوع مقدور عليه. طلباتي سمك مذبوح طريقة الإسلامية. وغيره؟ طلباتي شريط ملكا تكسون. من ذا الحصنابة مو تبغاله معلم؟ أبغاله منشان أربط الحروز وأربط زوجي شادعي 24 ساعة معاش. ما دام إنه كذا عقب مقدور علي وأجيبه من عيوني الهنتة. بس أقول عاد معلم الحرز هذا متى يذهب متى أقاش له؟ من فضلك وين حصل المعلم الجليل الحاج مراد؟ المعلم جليل ما اعرفه، اكيد دكانه في ذاك السوق، لكن اذا تسال عن الحاج مراد انا الحاج مراد. ما شاء الله ما شاء الله، انت الحاج مراد؟ يا للتواضع يا للتواضع. علامك يا ولدي. السلام عليكم. بيكون فيك شيء؟ أنا جاي من بلاد بعيدة وأدور عليك من زمان، والناس في بلادنا ما عندهم سيرة غيرك. الحاج مراد قال كذا والحاج مراد سوى كذا. من هذا اللي يتكلم علي اللي ما في أدب؟ بالخير يا حاج مراد، يتكلموا عليك بالخير. زين عاد ما تعرفت على الاسم الكريم؟ خليفة، وأنا بصراحة قاصد إنك في خدمة. دكاني ودوياتي كلها تحت أمرك، أنت أمر بس. ها؟ صح صح، أبغى دويات شوية. زين ما قلت لي من إيش تشتكي يعني؟ ظهرك، رجولك، بطنك، ولا راسك؟ اتدلل بس. أنا أبغى شوية من هذا وشوية من هذا وشوية من هذا وشوية من هذا. وش هذا؟ مو خلوك أنا أبيع قشاط ولا شاكلين يا ولدي؟ أنا أبيع دواء دواء، واللي يلزمك أخذه. للاحتياط يا حاج مراد، لاحتياط المستقبل، وبعدين دوياتك فيها البركة. حاضر ومستعد. الشقة اللي تبغاها أنت عندي موجودة في وادي الكبير وسعرها مناسب، ولكن صاحبها يبي 6 شهور مقدم على الأقل. هي بس الحين أنا ما عندي مقدم 6 شهور، ما يرضى أدفع له كل شهر يعني إيجار شهري. الحين هو ما موجود، وإن أنا بتصل فيه وطبعاً راح أخبرك، إن شاء الله راح نشوف الشقة. أرجوك لا خلصني، أنا وراي شغل. إيه سالفة الأرض اللي قلت لك عنها؟ أقول شامس. نعم. تو إحنا إيش مخلينا هنا؟ ما أحسن نمشي؟ يعني رايك نمشي؟ هي نمشي، جالسين ساكتين صمون بكمون، نمشي أحسن. نمشي نمشي. يلا خلاها قبلها. أحضر. يلا خلاها. يلا مشينا. مشينا؟ عليكم جماعة. أمانة. أحسنتم. الله يسلمك، أنا باغي أشتري دي 5 حجر كبار، وهي 3 حمامات. بس يعني بعيد عن المقياس. هوه راحوا يا جماعة، تعالوا انت. هي راحين دول جماعة. هيا اخوان يا اخوان يا اخوان، صدقوني يا جماعة الخير، والله انا بحياتي ما شفت مكان مثل هذا المكان. ذاك مكان ريحته خايسه، واقف واحد ما يقدر يجلس فيه. يا اخوان في فرق كبير بين هذا المحل ومحل وكاله غراب. نعم. هذا المحل هنا اوف خايس فريسه، لكن محل غراب تعال هناك شوف شوف ذاك البخور الزين، وشوف ذاك الشربت والشاهي والقهوه ساير جاي. نعم نعم نعم. لا وبعد عنده بيوت بيوت جميله ورخيصه رخيصه، عارها حلوه ما تتخيلها ابدا ابدا. نعم. انواع مختلفه، كلها من بابين بابين واربع بيبان اربع بيبان وست بيبان وست بيبان، انواع واشكال اشكال جميله. نعم. مش هذا لا بيوت ولا سيارات. تصدق يا شمس؟ نعم صدقني يا اخوي،
انا غلطت غلطه كبيره كما جيت هالمحل، محل غراب هناك الحياه هنا. انا خبرتك يا رامز، اخذ وعدك ما صدقتني. الله صدقتك ترى غلطان. اقول لك الاخ، هنا عنوان هذا المكتب. اي مكتب؟ مكتب غراب. مكتب غراب. تفضل تفضل اخوي. تفضل. نعم بعد حصر ربعكم جماعه. اي نعم. ها حصر اخوانك وربعك. خاف ما لا احسن. حياكم الله. هلا شمس. يلا مع السلامه. هذا الشارع جبناه، فنجان موجود، هذا البخور، هذا الحر، الزعفران، من زيتون قاتلون قاتلين، هذا البخور، وحتى هو كم حبة قال يسوي؟ فيه ثلاث حبات، هذا ثلاث حبات، وذا الزعفران. ما نستغنى عن بعض. هي نعم ما نستغنى عن بعض. وابغاكم دول تسمعوني زين، انا برسم معاكم خطه. ايش الحاله؟ ايش؟ لا حول الله. رايه ايش هذه الحاله يا رايه؟ كذا حد يبخر الغرف الله يهداك. أنا يوم دخلت فكرت حريقة شابة. حريقة؟ نعم هي حريقة أبو شابة. احنا يوم سوين سمك وحارف انت عاد ريحة السمك زفرة قلنا نبخر البيت. والله كذا عاد؟ ها باغي تنام؟ يلا 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 يلا. سمعي رايح سيري خلي لنا شريط فيديو ها مال المصارعة. يلا. قلت لك نام. ما ابغى انام، ما ابغى غصب. هي غصب؟ انت نهارك يا وليلي يد المصارعه، قلب فوق قلب تحت. اها ما تتعب؟ اها حط ليق، ريح ضلوعك تعبانات من ذي التمارين. اوه هلكتينا هلكتينا. نام 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 نام. ولو اني ما اعرف ايش السالفه لكني بنام ان شاء الله. يلا 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 يلا. عطشان؟ احسنتي ما ابغى شيء. لا تشرب. ان شاء الله. اي والله
انت باقي فلوس؟ خبريني. قلت لك نعم. ان شاء الله. اي والله حاضر. أقول زبيدة؟ نعم يا أبوي. الحين رامس اشتغل وإن شاء الله قريب بتكون عندك كمين بيسة، وطبعاً بيستو يعرسكم. لكن يا بنتي أنا قلت، يعني قلت إني أنا أفكر، وبعد ما فكرت يعني قررت، وبعد ما قررت فكرت إنه يعني العرس مصاريف ودقدقة، ورامس مسكين تو بعده ما عنده فلوس من أول شيء. لا يا أبوي، لازم يكون شيء هناك عرس حتى لو بسيط عشان صديقاتي وأهل الحارة. أنا ما قلت شيء يا بنتي، ما قلت شيء يا زبيدة، أنا كم زبيدة عندي. أنا يعني أنا قلت يا بنتي إنه يعني بدل ما أنتوا تخسروا أعماركم، ها، وأنتوا بعدكم توكم في بداية الطريق، أنا أتكفل بكل شيء، يعني أسوي عرسكم على حسابي أنا. الله يخليك لنا يا أبوي، تسلم لنا إن شاء الله. وتسلمي لي أنتي بعد. لكن يا بنتي الغالية، أنا بعد فكرت وقلت إنه يعني أسوي عرسي أنا وعرس شنتي في ليلة واحدة، يعني أوفر هالمصاريف يعني. أنا الحين فهمت السالفة، تو أنا فهمت أنت مو تقصد. ها إيش قلتي؟ اللي تقوله يا أبو. شوف عاد ابو عدنان، انت تعرف ان وقتي انا من الماس، وانا هذه الايام شايف انك متردد في شراء الارض. اي نعم. صدقني صدقني، هذه الارض صغيره، وانا ما اتعامل في الاشياء الصغيره هذه، ما اتعامل ابدا ابدا. فين هالعيب؟ ارجو انك تفكر في الموضوع زين، وكل هذا عشان خاطرك، مو رايك؟ بس ب10,000 ريال واجد، انا ادفع لك 8,000. كيف واجد؟ الله يهديك. و8,000. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا استاذ صبري؟ غراب اسمه غراب. استاذ غراب، اسف. اهلا بالعزيز، اهلا اهلا بالغالي، يا اهلا وسهلا. الله يحييك. اهلا، تفضلوا تفضلوا، شربوا شاي، قهوة، ميلك شيك. والله في الحقيقة يا أستاذ غراب، في الحقيقة يعني احنا مستعجلين، بس جايين في الموضوع اللي يعني كلمناك عنه، يعني نعم نعم. ايه ما تخوفنا بسرعة. نعم نعم. ايه. نعم. اوه اوه. ها؟ اوه اوه. خير؟ شفتوا الغلطة اللي سويتها أنا؟ غلطة؟ ايش الغلطة بعد هذه؟ بعتكم الارض وهي محجوزة حال ابو عدنان. ومن ذا ابو عدنان بو؟ ما خاف شوجها معك. ها؟ لا لا اسفين اخويا، اسمحنا اخوي، اسمحنا. لا ما نقصد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لكن يا استاذ، يا استاذ غراب، احنا في الحقيقه متفقين معك على المبلغ، مالك الله يهديك. لا 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 ابدا ابدا، انا كلمتي اهم من حياتي. نعم اهم من حياتي، وانا وعدت ابو عدنان بالمبلغ 10,000. نعم. كم؟ 10,000. ما يصير. زين احنا بنعطيك 15,000. اسف يا جماعه، اسف. كيف اسف؟ الله يهديك، انت موعد لنا متفقين. اسف يا جماعه. اسمع يا استاذ غراب، كلمه واحده، 20,000 بس. نعم بس. خلاص بس. لا تطمع، لا تطمع، لا تطمع. خليها طمع، خليها 20,000. ايش هذا غراب؟ انت وعدتني ولازم تتم وعدك. تراك الله يهديك، قلت لك خذ القرار بسرعه، انت ما رفضت. هم الجماعة متفقين وبغي الأرض. توكل توكل توكل.
مو سوي توكل توكل على الله وخلص من الموضوع ولا يهمك. كيف يعني ما بتبيعنا يا غراب؟ وكيف والله كل واحد ونصيبه. غراب غير بدل ما يستوح لم تفقي قبل ابدا يا جماعه ابدا. اسف انا اسف عدنان مو تسوي تفضل اوقع المعامله وهذا تشيك بالمبلغ. بتعطي تشيك 10000 ريال؟ كم كم؟ 10000 ريال. زين ترى قسمه نصيب عاد طينا نصيب مو سوي وش ما بدينا حيلات. تفضل تفضل تفضل. مبروك ومبروك الله يبارك فيك. مبروك نعم ولا يهمك نرسل لك الملكيه عند مهل ولا يهمك ان شاء الله. اي نعم فبلا. عجبناك ولا عجبناك؟ عجبناك يا خدعان هلا يا سلام. عجبتوني وبس عجبتوني وبس. نعم ويلكم انتو من هذا الربح من هذا من هذا الصفقه. نعم كم 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 قطعت كم كم تعطينا؟ ها كم كم عاد؟ واحد فش واحد من مية. واحد المية بس زيد ما يستوي شوية ما يقول دلا ما يقول دلا ما يكفي هذا ما يكفي ماشي. كان تبغي واحد بالمية ما تبغي وخدته من على القاعد واحد بالمية بالمية بس ما عليك يا ود دجاجة ما عليك. قوم بسك عاد قوم هات الشيمة على مهلك شوية شوية. اخ يا راسي اخ ما انا راسي اخ يا راسي اخ لكني حاس اني متغير. ما انا زهران الاولي نعم انا انسان جديد الظاهر. صحيح يا زهران صحيح انك انسان جديد انسان ثاني يعني. ايه نعم يا انسان ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش في وجهك انت هنا؟ اعوذ بالله خذ عني ربي ما له وجهي احنا اليوم نسيت حال. قبل وجهك صوب القدار لا يا ما اريد اشوف وجهك خذ منه ربي مستوى. لا 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 انا ما اعطيك اجلس دقيقه واحده في هالبيت مختنق حسن نفسي انسان ضايق بطفش بطلع ايش هال يا الله ابغي اطلع شيمه خلاص اجيب لك شربك شيمه رايح شربتك رايح ارجوك ارجوك رايح صوتك هذا مثل مشاهد خذاني خلاص ايش انا ما اقدر اجلس في البيت دقيقه واحده. نعم بطلع بشم هواء بتنفس بس اعوذ بالله ولما افكر اني ارجع برجع بعدين ومزاجي لكن ما اظن بطلع ما اظن بلبول مو سويت. أرجوك أرجوك فهمني يا حسين هذه الأرض ما حالي هذه الأرض ما حالي صاحب طالب فيها 25000 وأنا بصراحة ما أقدر أنزل أكثر من كذا وهو أيضا ما راضي ينزل. إيه بس أنت قلت لي بتحاول. صار أنا حاولت لكن أنت الله يهديك ما قررت ما أخذت القرار بسرعة. زين بفكر بالموضوع شو رأيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام اهلا شيخ راشد تفضلوا تفضل تشرب شيء اللي باغينا ما عندك يا ما عندك يا غراب ما عندك انتوا امروا وانا تحت الخدمه. اسمع غراب اسمعني زين تفضلوا احنا في الحقيقه جايينك بموضوع الارض اللي في القبر. فعليك ما تغلق ما تغلق بس عاد انتوا عارفين الاستاذ عبد الحسين اشتراها من قبلكم. وكم اشتراها الاخ عبد الحسين؟ والله بصراحه انا لحد الحين يعني ما اشتريتها لكن كيف ما اشتريتها؟ كيف ما تشتريها؟ اذا ما اشتريت ترى الجماعه جاهزين نعم ويشتروها اكثر من 25000. ايش؟ ايش؟ 25000؟ ايه انت جنيت هاي سوى 25000؟ سير الشغل سير ارض خايسه فريسه كلها جبال كلها حفر هذه الأرض لا تستوي فيها الزراعة ولا ممكن تبنيها البر. هذه يلا يلا عدنا لو اشتريناها ب5000 ريال بس لا أكثر ولا أقل. إيش هالكلام يا غراب؟
ايش هذا المزاح الثقيل الله يهديكم؟ مزاح ثقيل اشهد ان لا اله الا الله وحد الله وحد الله يا شيخ راشد وحد الله ونعم بالله اي نعم قال الله وكان الاسلام خمسه يا غراب خمسه ايه هي خمسه ما لك الغراب ايش بتقرر تلخبط بالكلام متلخبط على العموم انا ساير فزر تعال والارض هي رايح الله يهديك صراحة انا غيرت رايي بالارض ما باغي اشتريها مع السلامة مع السلامة مع السلامة واغرب عبد الحسين طلع والارض ما حد اشتراها قلنا لك بخمسة ما رضيت ما رضيت ايه ما احسن ما اخذ 5000 خمسة الدنة غراب خمسة أهلاً أم محمود ما كذا؟ هي نعم كذا أنا أم محمود معلم بلبول موجود؟ هي موجود تفضلي دخلي باليسار باليسار؟ هي والله دخلنا باليسار مرحبا معلم بلبول مرحبا وصلت اهلا محمود اهلا وسهلا قول معلم جايبه بيولي هديه حالك نعم هديه من شخصه ما يحتاج هديه تعني بنفسك تعب حالك الله يهديك يحتاج وزوج بعد كيف ما يحتاج الله يهديك ما يحتاج لا يا خبيث وسوي